السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله بخير معكم خالد الكرة، جاتكم جديد في هذا الفيديو. إن شاء الله راح نتكلم كيف تكتب جوست أوف ليم دراجون أو جوست أوف ليم دريك في إضافة لعبة إلدن رينج. طيب البوس مكانه ما أدري كيف أوصف لك، لكن تلقاه في الطريق كذا قاعد يتمشى وأنت قاعد تتمشى أو حسب المقطع اللي قبله إذا تبي تشوف وين بالضبط. طيب لا 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 لا، البوس هذا مكانه غبي شوي، طبعا في فزعة عندك موجودة تقدر تستفيد منهم، بس ان اللي عليك انك تنتبه منهم عشان ما يضربونك انت بدل التنين. بما ان جوست فليم دريك يعتبر ها التنين شبه ميت حسب الشكل حقه، فاذا كان معك سلاح فيه هولي دمج او مضاف عليه سكارد حسب الدن رينج بكون دمجك عليه شوي اقوى او افضليه. دمج اح يا ملقوف، شفت؟ عشان كذا اقول لك انتبه منهم. حلو حلو، هوب قتل واحد. يلا هيا نذا الحصان، ايوه ضربهم. حلو، وين راح بعيد؟ وخ وخ، يلا انتظر انه ما يسوي شيء. اي بخناه. حلو، طيب ليش ما نتكلم عن هذا البوس انه كيف احا عليت انه انا قاتل معاه؟ لانه في مكانك جنب ناس كثير، فيعني لو ننزل نتقاتل معه احنا نتأفى اكثر من اننا نستفيد. كيف يعني هذه الجملة؟ ان انت حتتدمج من هذول الاغبياء اكثر من انك قاعد تقتل التنين نفسه. مش هذا يعني نطة نطة الزمن. اي شفتوا ليش اقول لكم انتبهوا من الضربات الغبية؟ ايتم بوكن وول، الله يقلع، جززت حياتي عشان بوكن وول. طيب ما في مشكلة، حلو اضربوه اضربوه يا شطة. اي اي راح، في واحد كان متخبي تحت رجله. هيا نروح بعيد شوي، شوف شوف كيف فجرهم يا تنين. طبعا اذا ضربت على راسه يكون دمجك اعلى شوية من ضربك للجسم. في سلاح تمام يمديك تستخدمه ضده، بس انه يعتبر حرق ولا لا حسب اذا انت يمكن تمشيت لذيك الجهة ولا لا. في سلاح تاخذه من بوس ينفع ضد التنانين، ما حقول شو اسمه لانه ما ادري، يمكن في ناس ما وصلت عند البوس هذا فلو قلت اسم السلاح يعتبرونه حرق، بس انه هو في سلاح تاخذه من بوس نقول يفيدك ضده، يفيدك ضد التنانين كلها بشكل عام، بس ما اقدر اقول اكثر من كذا تصريح. ايوه شفت الدمج 1355 تقريبا سوى العلل او 1000 نقول احسن. نعيد نهين عشان نشوف الحصان حقنا الغبي ما يموت. كفو اقتلهم يا تنين. حلو حلو، ايوه هربنا من بخة الغباء هذا. هرب اضرب. اي وين طار التنين؟ يلا روح اشرب البوشن. يلا طبعا يمديك تستدعي سامونز ضده تمام، بس انا اي الله لا يوفقه طيحني الحصان. هوب يلا اي نروح نهيل. يلا ندور على التنين، هذول ما ماتوا. يا ساتر يا ساتر، اخ اخ ويز. طبعا بدك تسوي على سحر اذا تبي انت وتغثى بالسحر حقك، بس يلا تعال بس دفة في 60. يا الله من الحمار حقي كل شوية يطيح، انا ما بقى الا واحدة. الله يطلع عود التنين، وخ وخ عن النار. هوب حلو، لا انا مش دخلني، ما لي دخل فيه، ما لي دخل. ضرب مع التنين، طبعا اذا سمعت التنين صاخ وخر عنه بعيد لانه بسوي انفجار حول نفسه. هوب وهوبو، ما له دخل من هذولا. ايوه شفت الدمج اللي على راسه، اجلدوه. هوب اي واو، اوف الجناح اللي ما يحسب كويس. حلو هوب نضرب. هوب 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 تعال. ايوه شايف الدمج بكيك صح؟ ايوه وز تعال
بعيد. ايوه قتلنا الارشر عشان ما فجأة ينتفل من بعيد. في واحد ثاني حي. واه 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 اخا عنا خليني اتعامل معه. الثاني بعد خليني اتعامل معه، مالي دخل. وز احهام مالي دخل مالي دخل مالي دخل. هوب بعيد 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 بعيد. حبك يزيد. روح بعيد. هوب ايوه ضابطين على الماشي كذا. اي وز تعال بخ على قدام هذي. حلو يمديك توقف على جنب رجله وتدمجه. بس انه ليش انا انصح ما انصحك توقف صح، لانه المبزه اللي عنده الجنود هذول اللي ضدك راح يقتلونه، وانت بنفس الشوي راح يضربونك بالغلط. فليش جازف؟ شفت 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 نقافه. وخ عني وخ عني. هناك التنين، تعالوا على التنين. اه بخ بناء قدامنا حموه خيمه ما حشوفنا. وي هوب تعال حلو. ايش سوى ذي بخ على قدام بعد؟ حلو اقتلهم يا شيخ يا شيخ. وش السيف اللي ما يضرب فجأة؟ نهرب بعيد نشوف وين اتجاه. واو جنين ما دخل ضابه معه. اح حلو سبحان الله. ودي وخ وخ وخ. سمعت الصرخة. وخ وخ ايوه ما قتلهم. بالله عليك شو تسوي انت؟ حلو على وشك يموت. تعال يا ابن الكلب سبحان الله. يا شت شت بخ بخت نار مع كل رجل يسوي. انتبه ايزي موت يا غبي. جيت انمي فيلد. لا تنسى لايك وسبسكرايب واكتب رايك من الكومنت. ما تعرف ان خويك قاعد يدور على بوس لاي ارسله له. ومع السلامه.